ازيكم يا مواليد برج الميزان، يا رب تكونوا بخير. توقعات برج الميزان ليوم 23 ديسمبر كانون الاول 2022. هتتمتع النهارده بعقل تحليلي اكتر، هيخدمك بشكل ملحوظ في الشغل. السما دي مش بس هتخدمك في حياتك الشخصيه، حتى في حياتك العمليه هيكون في شخص بيغضب منك بسبب افتقاده لحنانك واهتمامك في اليوم ده. الوقت هيبقى متاح قدامك علشان ترجع مره تانيه لكتير من الأحداث اللي كانت قديمة تستفاد منها، حتي لو قمت بأنك ترسل رسالة غير مقصودة في اليوم ده هتصلح كتير من الأخطاء اللي بتعتبر مش معتمدة عندك. بالنسبة ليك عاطفيا يا ميزان، هتنهال عليك أخبار كتير هتبقى بتفرحك في كتير من الحاجات اللي بتبقى بتساعدك علشان ترسخ كل علاقاتك الشخصية مع شريك حياتك بحاجات بتعتبر بتناسبك وبتناسب رغباتك. بالنسبة لك مهنيا هتحس باستقلالية اكتر في شغلك بسبب كل التغيرات اللي بتحصل، اللي بتعتبر فيها حاجات هتطرق كتير عليك انك مفروض تعملها، هتأدي انك تستلم منصب جديد يعتبر حساس جدا. بالنسبة لك صحيا، ما تستمعش لي ايه اللي قال وايه اللي اتقال في الفترة اللي جاية، لانك هتبقى مزعوج جدا من الحاجات اللي بتبقى بتأثر على اعصابك وبتخليك تنفعل. بالنسبة لحركة الكواكب اليوم، هيقضي القمر يوم في برج العقرب الثاقب والمدرك، هنبقى بنميل اكتر للقراءة بين كل الكلمات، هنتوازي اكتر مع عطارد وزهرة، هنميل اننا نحلل مشاعرنا وعلاقتنا. هيدخل كوكب المشترى برج الحمل، وكوكب المشترى في برج الحمل لاول مرة من 10 مايو، لكن بعد الفترة دي هيرجع للورا بشكل كبير لحد ما يدخل برج الحوت. هيدخل كوكب المشترى مرة تانية وهيبقى لي 16/5/2023، هيشجعنا العبور ده علشان نحتضن روح المبادرة والاستقلالية. هيكون عندنا فرصة نزدهر اكتر لما بنتولى زمام المبادرات ونبادر ونلهم الاشخاص اللي حوالينا. هيظهر عندنا حماس شجاعة كبيرة، المناطق تعتبر مزدهرة جدا، ودي اللي هتدلنا الفرصة باننا نبتكر ويبقى عندنا ريادة وقيادة. هيقودنا ده كله بالايمان بانفسنا والظروف اللي بتعتبر مواتية عندنا. الحظ السعيد معانا بشكل كبير، والثقة واضحة في كل قدراتنا علشان نعيد اختراع حياتنا ونتقدم بشكل كبير بثقة. في تحديات كتيرة هتبقى بنواجهها قوية من خلال الفترة دي، هنبقى بنقبل الحياة هي اللي بتصنعه، واحنا بنستمتع بالمنافسة لانها بتدفعنا اننا نقوم بعمل افضل ما عندنا. ايماننا بنفسنا هيجيب لنا روح ريادة هنعيش فيها، هنغتنم كل الفرص بسرعة كبيرة، هنراقب اننا ناخد كل الحاجات الحلوة في الحاجات الاهم، هيكون عندنا احساس حلو جدا، هنفشل شوية في اننا نراعي احساس الاشخاص اللي حوالينا، لكن هيسيب لنا فرصة بشكل كويس وثقة حلوة جدا عشان نتعلم.